وهذه يعني ممكن تستغل للحصول على مكاسب سياسية، هذا المفروض نقطتك وجيهة جدا. هيستغل هذه الانتصارات لي يعني فرض مكاسب سياسية وفرض واقع، لأنه الواقع، وأنا أقول لك أنا رجل عسكري أفهم ما هي معنى القوة العسكرية للجماعات الانقلابية. ماذا تملك؟ تملك صواريخ مصنعة مدعومة من إيران، ليست دقيقة، وفرة كاملة، وجود ميناء الحديدة وعدم السيطرة عليه أوصل العديد من الصواريخ. ماذا في العمل السياسي؟ ماذا يجب علينا نحن في هذه المنطقة؟ أو بما يخص اليمن، ماذا يجب علينا نحن في التحالف؟ يعني أنا يمكن أتفق في بداية التقرير، والأمريكان يعلمون جيدا بأن القيود التي فرضت على التحالف والحكومة اليمنية للانتصارات أو لتحرير بعض المدن انتهى وقتها، لأنه أعتقد المملكة والتحالف بمعنى صح والحكومة لن تستمر في قتال إلى ما لا نهاية، لابد من إنهاء هذا الصراع. وهذه نقطة إذا ما التفت لها الغرب وأرسل رسالته بأنه يا إيران، أثناء الاتفاق النووي قد يكون هنالك المحادثات السعودية الإيرانية والتي أعتقد أنها تعثرت كثيرا، واستغلال هذه المكاسب وإرسال رسالة بأنه لن يبقى الحال على ما هو عليه. نحن في دول الخليج نريد الشعب اليمني، وذكر الأخ تركي يعني أمس كان نريد أن تعود أو يعود الشعب اليمني إلى وضعها الطبيعي وينضم مع دول الخليج وتصبح دولة مدنية حديثة، ولديهم القدرات ولديهم الإمكانات ولديهم المصادر، لديهم موانئ هامة، هم جاهزون لهذا العمل، ولكن التدخلات الإيرانية. فنقطتك جدا وجيهة، يجب عليهم هذا السياسيين واللعب بهذه الورقة والضغط في هذا الاتجاه، إما عن طريق الدول الكبرى، إما عن طريق الحلفاء والأصدقاء في المنطقة، إما عن طريق فرض الواقع وهو بالعمليات العسكرية. وانظر ماذا حدث مؤخرا، يعني لما قامت المملكة والكويت والإمارات والبحرين بقطع العلاقات مع لبنان، نفس أعضاء حزب الله ونفس اللبنانيين أشقاء انتقدوا حزب الله وما هي الحالة التي وصلت إليها. فهنا مكاسب ميدانية عسكريا في اليمن، مكاسب اقتصادية، ليس الضغط على لبنان الحقيقة، ولكنه هو وضع المجتمع الدولي وتوضيح الصورة للمجتمع الدولي لأننا هذه الجماعات الداعمة لإيران إنما هي تعمل على تخريب المنطقة. لا أريد أخوض في حديث سوريا، يمكن يعني هيكون هنالك استفسارات خلال اللقاء، ولكنها نقطة جدا وجيهة لأن يستغل هذا الانتصار وهذه الحالة الميؤوس منها في لبنان يعني ضغط على الحكومة الإيرانية وعلى النظام الإيراني بسحب هذه الميليشيات، وتصبح إيران جارة دولة زيها زي أي دولة. انظر يعني أنا قبل فترة كنت أشوف في أحد اللقاءات، إيران ولن تتجرأ أن تذهب شرقا إلى الدول المجاورة لها من جهة روسيا ومن جهة أوزبكستان وكازاخستان، إنما تتعامل معهم بكل حذر وعلى مطالب هذه الدول. وعندنا نحن للأسف يعني وجد مدخل، يعني بعد سقوط نظام صدام حسين نحن في هذه الحالة المزرية التي يعني أصبح التهديد والخطر يهدد المنطقة، حتى ولو كان يعني بعض أعضاء الحكومة في العراق في بعض سوريا أو في لبنان يدعون بأنه يعني نريد السلام، ولكن هذا ليس واقعا. طيب، مما رأينا أثناء عقد الاجتماع أو الاجتماع الأمني في البحرين والقبض على جماعة مسلحة أو جماعة تحاول القيام بعمليات تخريبية في أثناء هذا المؤتمر.